ما هي الإمكانات المتاحة أمام رئيس الجمهورية ومن خلفه رئيس التيار الوطني الحر لمنع استلام صلاحية الرئاسة في حال فراغ الرئاسة لحكومة مستقلة؟ في إمكانية واحدة متاحة، هي بيد مجلس النواب، وهي هو انتخاب رئيس الجمهورية. ونقطع على كل هالخبريات وكل القصص اللي عم تنحكى. وانا في اشخاص بتغلطني انه قال لما مجلس النواب بيجتمع بثلثين مجلس النواب، طبعا بالثلثين، انه رئيس جمهوريه ما فيك تنتخبيه بعشر اصوات، بدك تنتخبيه بالثلثين، بس مش معناتها سمح او قال لهم للنواب غيبوا معلش، يعني سمح له انه يغيبوا مشان ما تعملوا الثلثين. شوفي كيف بيتفسر الموضوع. مشان هيك انا عم بقول انه ليش بدنا نفسح مجال لما مجلس النواب ما بينتخب رئيس جمهوريه خلال مهله شهرين. نعم. خلال مهله شهرين معناتها خالف الدستور، ما عاد عتب على رئيس الجمهوريه اذا بقي من بعد 31 وخالف الدستور. طب كيف هالحكي؟ بسمع تفسيرات انه لا اعطونا مهله اعطانا المشرع تلتين، اعطاك التلتين لتنتخب رئيس جمهوريه ويحس انه هو عنده ثقة العدد الأكبر من مجلس النواب، مش عطاك لإلك أنت حتى تفل وحتى تعمل حتى تقاطع. طبعا. بس المقاطعة يا أستاذ مروان هي حق دستوري، بمجرد أنه كرس الدستور وقال أنه في حال المقاطعة والغياب عن مجلس النواب ما في نصاب لانتخاب الرئيس، هذا أعطى حق لمجموعة من النواب أنه يعطوا رأيهم بالمقاطعة. بأي مادة هذا الدستور؟ أعطيني إياه. هل عم تقولي لي إيه هلأ الدستور؟ لا، النصاب. النصاب. النصاب عندما حدد موضوع النصاب مزبوط. فهو أعطى حق لمن ليس موافق على انتخاب أي رئيس أو شو ما بدك أن لا يؤمن النصاب. أعطى حق لرئيس، أعطى حق للنواب أنه لازم يكون أكبر عدد ممكن من النواب يعطوا ثقتهم لهالرئيس ليعرف يشتغل، ليقدر يشتغل. صوري رئيس جمهورية بيطلع ب 65 صوت ورئيس جمهورية بيطلع ب 120 صوت، أيهو بيكون عندهم ثقة فيه أكثر؟ هيك بيقصد فيه. بقى كل واحد مثل ما بده بيفسر انه لا عطل، لا مش مزبوط. بس اليوم في يعني في توجه للمقاطعه، ما في شيء ستنا، ما في شيء. بس شو معلوماتك اليوم في توجه للمقاطعه؟ خبرك طبعا اكيد هلا بلك، لانه مثل ما عم نشوف ما في شيء بالدستور. الدستور اللبناني بيقول علينا ان ننتخب رئيس جمهوريه، ما قال لانه اذا انت ما عجبك فل وما تجي وقاطع. نعم. فرجونا اياها. طب إذا تعذر انتخاب رئيس جمهورية بحكم فيه أسباب عدم توافق العدد لا من لا 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 أنا 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 عندي تفسير غير هيك عن جد. المادة 62 بتقول في حق، المادة 60 بتقول ليش معصب اليوم؟ لأنه حاسس إنه ما رح ينتخبوا رئيس جمهورية وحاسس إنه في مؤامرة على البلد، ما كنت بدي أحكيها. كيف يعني؟ هلا بشرح لك. هلا اشرح لي. هلا خليني اقول لك المادة 60 بتقول في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت بس عدم انتخاب رئيس جمهورية وعدم تطبيق المادة نسيت المادة اللي بتنتخب فيها رئيس جمهورية، هيدي مش علة، اعطاك مهلة شهرين تتخب رئيس جمهورية. أما شو العلل يلي بتمنع إنه مات رئيس الجمهورية، قدم استقالته، فات على المستشفى وراح بالكومة، هيدي العلل. أما عدم انتخاب رئيس جمهورية مش علها، هو مخالفة دستورية. مخالفة دستورية بعد بصير يفسروا يقولوا إنه لا يا خي عطانا التين لحتى نقاطع لك، لكن قالها بكل صراحة إنه فيك أنت ما تجي. بعدين مشين هيك عم بقول طيب شو رأيه، أنا بدي أسأل بمجلس النواب، شو رأيه نايب على بخلال أربع سنين بيجي مرة واحدة، هذا ما بيتحاسب؟ أو بنعطيه بس يفل، نعطيه معاش تقاعدي لأنه تقاعد، شو اشتغل؟ طيب. في نواب ما بيجوا. أوكي. طب عم تقول حضرتك طبعا انتخاب رئيس جمهورية هو واجب دستوري. واجب. طيب عال. اليوم أنا بدي أفترض أنت أخبر بهذا الموضوع أنه انتخاب رئيس الجمهورية بحاجة إلى توافق سياسي داخلي وخارجي. صح. بلبنان تعودنا على هذا الموضوع، وهلأ صرنا كأنه عم نسلم جدل أنه إحنا فايتين على فراغ شئنا أم أبينا. اليوم هذه الخيارات اللي طرحها رئيس التيار جبران باسيل في حديثه إلى صحيفة الأخبار، هل هي متاحة له بالقيام بها؟ أكيد لا.
اكيد لا. انت قري لي اي هي بقول لك متاح والمتاح. اوكي رح اقول لك اياهم وحده وحده. وهناك خيارات كثيره بينها ما لا نريده هو هيك بيقول كبقاء الرئيس بعد انتهاء ولايته. اول شيء انا عن لسان الرئيس، رئيس ثاني ما بيبقى. عن لسانه هو خبرك هيك. نعم ثاني ما بيبقى غيره. رايح على الرابية الرئيس ب 31 تشرين. راجع على الرابية صح؟ أكيد راجع على الرابية. شو في احتفالات شعبية سترافقه إلى الرابية؟ ما حكيت معه بهالموضوع. طيب وبينها أيضا سحب التكليف المعطى للرئيس المكلف. كيف؟ ما بعرف الدستور ما بينص. أه. اللي عطى التكليف بحق له، مجلس النواب مش رح يسحب التكليف. غيره. أو تشكيل حكومة أخرى. تشكيل حكومة ها هي مفروض تتشكل حكومة. تشكيل حكومة أخرى. أخرى. غيرها. غيرها. هلا في حكومة. هو قصده تشكيل حكومة أخرى يعني ما بعرف هلا هون شو المقصد، هل هو عم يقصد عم يدعي الرئيس ميقات لتشكيل حكومة ولا تشكيل حكومة أخرى موازية؟ لأنه كمان كان في كلام بالإعلام، مش عم حمل الكلام هيدا أكثر من ما بيحمل، بس أنا عم أقول قرينا صار لنا أسبوع 10 أيام نقرا سيناريو 88 يتجدد ورغم كل النفي حتى نكون منصفين، قصر بعبده بينفي كل هول، بس إنه عم نقراهم إنه تجدد. هلا هل يعني جبران بيصير بتشكيل حكومه اخرى العوده الى سنه 88 او بيعني انه نجيب ميقات يروح شكل حكومه؟ شكل حكومه غير اللي موجود. ولو نرجع ل 88 قبل الطائف شيء وبعد الطائف شيء ثاني. نعم. مزبوط. قبل الطائف كان في رئيس الجمهوريه وانعملت كان في حكومه كان في حكومه برئاسه الله يرحمه رشيد كرامه ويومتها اعتذر وكلف ساعتها سليم الحص الله يطول بعمره، ولما ما مشيت الامور رجع كلف الجنرال عون تاليف الحكومه وصار في مقاطعه بتتذكري يومتها وبقي فيها اربعه او خمسه يعني الوزراء المسلمون ما التحقوا. ايه بيقدر رئيس جمهوري بس من بعد الطائف كيف؟ نظام برلماني مش نظام رئاسي. نعم. وبالتالي الحل الوحيد هو تشكيل حكومه او انتخاب رئيس. يعني أنا ما عم بفهم إنه ليش مصرين، يعني هون عم بيخلوني شك، ليش مصرين بتأليف حكومة معناتها بنيتكم يمكن ما يكون في رئيس جمهورية؟ شو المؤامرة اللي حكيت عنها لما سألتك ليش هالقد معصب ومنفعل اليوم؟ قلت لي معصب لأنه في مؤامرة على البلد. مش يعني؟ ما قلت لك معصب، قلت لك إنه طبعا مش مرتاح إذا ما صار في رئيس جمهورية. طيب ما في رئيس جمهورية وحكومة مستقيلة وما في تفاهم، شو عم نقول للغرب برا؟ شو عم نقول له؟ شو عم نقول له؟ خيي بالزمان بعثوا لنا قوات ردع عربية، بعثوا لنا قوات ردع أجنبية، ما بدي أشرح أكثر من هيك. شو وصاية أجنبية على البلد يعني؟ طبيعي انه اليوم ترى حضرتك عدم تشكيل حكومه وعدم انتخاب رئيس هو مقدمه لوصايه دوليه. رايحين نحو المتريس وكياس الرمل. حرب اهليه؟ ما بعرف حروب شو، ما بعرف مين. ما هلا ما فيك تعرفي مين مع مين ومين ضد مين. بس رايحين الى، يعني انا بدي اسالك سؤال، انه ضروري المسلم ضد المسيحي او المسلم ضد المسلم او المسيحي ضد المسيحي؟ رح يصير في حرب جائع ضد الغني.